رسائل واضحة في مرحلة حاسمة، هكذا وصف الكثير من المواطنين مضامين الخطاب الملكي الذي ركز بشكل صريح على الأسباب الكامنة وراء بعض المواقف والتوجهات المعادية للمغرب، مواقف تتجاهل ما حققه المغرب من اللي منجزات. يميز الخطاب الملكي الاخير هو كونه كان كيتميز بواحد النوع من الوضوح التام، على اعتبار انه تحدث على القوى التي تعد التقارير التي نعتبرها مضللة. تعتقد التقارير الدولية المغلوطة اللي كتصوغها منظمات أجنبية واللي الغرض والهدف منها هو المس بوحدتنا الترابية وبالتنمية الشاملة اللي كتشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة. شراء دمم بعض المنظمات المعادية لبلادنا على حساب الشعب واحدة من أهم الرسائل التي التقطها المواطنون. الخصوم يقومون بوضع أموال وأيضا منافع لشراء مصالح منظمات معادية لإهدار ثروات شعب شقيق. واللي لفتني هو أن الملك جلالة الملك محمد السادس هضر بواحد الشكل واضح على القضية نتاع حقوق الإنسان في المغرب، يعني حقوق الإنسان، قال أن حقوق الإنسان كتكون من طنجة حتى القويرة. تطرق إلى مجموعة من النقط من بينها استحضار البعد الإفريقي للمملكة ومثانة العلاقات بين المغرب وإفريقيا بصفة عامة، احترام حقوق الإنسان بالمملكة شمالها جنوبها غربها وشرقها مكفول لجميع بدون تمييز. قضية الصحراء هي قضية كل المغاربة، والمغاربة ماضون في دفاعهم عن وحدتهم الترابية وفي تحقيق خيارتهم الاستراتيجية غير عابئين بأساليب التشويش والمناورات.